اوكي يا اخوان، في هذا الفيديو رح نعيش 100 يوم هارد كور، وطبعا كلياتنا بنعرف ايش يعني هارد كور. لو مت رح ينمسح العالم، وهل يا ترى نقدر نعيش 100 يوم في لعبة ماينكرافت؟ تابع للاخير رح نعرف في هذا الفيديو. اوكي يا اخوان، رسبلنا في منطقة جميلة، ابشركم شباب مثل اي شخص عادي يا اخوان. اول شي خشب شباب. اوكي شباب، بدي اعملكم سحر، تمام؟ 1 2 3. اوكي شباب، عملنا بيكاكس، عملنا سيف، عملنا هيك شغلات بسيطة، تمام؟ شباب نسيت اقلكم، لقيت ريفين انا، تمام؟ هذا سريري، وبس يصير الليل راح انام، تمام يا اخوان؟ نزلة حلوة يا اخوان، نزلة ممتازة يا اخوان. خلينا نحط مكان بيتنا، تمام؟ عشان ما ننسى يا اخوان. اوكي شباب، واو 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 واو. شباب شباب، كنت لاموت، شباب كنت لاموت، كنت لاخسر العالم، كنت بدي اودع العالم شباب. اوكي اوكي، في فتحة، في فتحة، يا رب يا رب نلاقي كهف اسطوري. دقيقة، لازمنا ايرون شباب، والله ايرون. دقيقة، ايرون، حلو ممتاز، ايرون ايرون، لقينا ايرون شباب. اوكي ممتاز ممتاز، اتوقع ممكن نخلص ال 100 يوم. ايزي ايزي علي، هارد كور، جيب لي هارد كور، جيب لي ايش ما بدك، والله ايزي بخلص. ممتاز، ايرون ايرون شباب، كم ايرون؟ 12، حلو. لازم اعمل لي فرن شباب. درع يا اخوان اهم اشي، لاني سكلتن بشقنا شقون، خاصة هارد كور شباب، خاصة هارد كور. حط الايرون شباب، اعملكم سحر. اوكي اول درع يا اخوان، بجي سكرتن بشكو شك. اجي، لا انا ما بخاف. اول درع، اول درع، تا ابلع، تا 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 تا، لا لا متت متت. يو 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 شباب، دم شباب، دم الشعري شباب، مش متت 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 يا اخوان، متنا يا اخوان، متنا يا. ما في شي مستحيل يا اخوان، ما في شي مستحيل. نعم يا اخوان، اول ليلة، ولكن كل اغراضنا ستون حاليا حاليا. اول نهار يا اخوان، اول نهار لوز يا اخوان. شباب وين القريه يا اخوان؟ وين القريه؟ طلع اني يعني مختلف جدا، يعني اعطونا قريه والله بشق السيرفر يعني. العالم ايضا شباب، ايضا ايضا جمع. اوه كميه كويسه حبيبي، ممتاز جدا يا اخوان يا اخوان. فول ارمو ايضا ايضا، دايما شنو يا اخوان؟ انا ما لي عارف ايش احكي، دايما بعدين بعد شي يومين ثلاثة يا اخوان. اول سيف ممتاز يا اخوان، اول سيف ممتاز. يا رب ما نموت، يا رب ما نموت، يا الله يا الله يا الله يا كريم. او ماي جاد، واو شوفوني اللي اشوفها شباب 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 شباب، شوفوني اللي اشوفها. هذا مفروض يكون فوق، هذا شلون جوات الكهف؟ اول مرة اشوف هذا الشيء داخل الكهف. اوكي ايش في؟ عطش، تمام حلو ممتاز ممتاز. يلا ايرون، لا مش ممكن. اول دايموند يا اخوان، دايموند والله ممتاز يا اخوان، دايموند. لقينا هيك على على الرايح مشان، تمام. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7، اثنين ممتاز يا اخوان. الله شوف، اذا عملنا سيف راح اشو راح نقاتل، ولكن اذا عملنا هاي ما راح نموت، مو صح؟ صح. فاخوي اعمل درع شباب، دايما حلو ممتاز ممتاز يا اخي، ما دايما صاير بالهبل شباب. لا دايما شباب شباب شباب، مستحيل شباب شباب، هذا الشيء مستحيل، هذا الشيء مستحيل يا اخوان يا اخوان. شو الحظ اللي عندي انا يا اخي؟ حظ اسطوري اسطوري اسطوري. تمام، ماذا سوف نفعل في يوم الرابع؟ ان شاء الله بعد هلا ننام. هلا الله صار ليل يا اخوان، صار ليل، لازم نعملنا بيت كويس ممتاز يا اخوان. اوكي شباب، شو رايكم نعمل بيت شباب؟ بيت اخوي ممتاز. يوم الرابع يا اخوان، يوم الرابع، تمام تمام. يوم هاي قرية ولا ايش؟ يا رب يا رب قرية، يا رب يا رب. شباب شباب، انا يعني اي شيء بقوله بكون يعني صدق، بطلع مني انا حقيقي، يعني ما بقول شيء على هبلي. انا كان لازمني اكل يا اخوان. هاي الجولم، اكلت لك ولا شنو؟ احنا وضعنا بالاكل ستاك ممتاز،
لا مش ممتاز، لازم اكتر شباب. ممتاز، ساكن 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 يا حبيبي حبيبي. مش الاكل، لا بقى تفكر فيه الاكل، انا خيتمه خلاص، الاكل عندي كله. ستاكين يا اخوان، ستاكين ستاكين. اوكي هسا صار وقت نودع القرية العزيزة اللي اعطتنا ستاكين يا اخوان. جتني فكرة شباب، شو رأيكم نعمل داخل كهف، داخل تحت الارض، يعني بيت تحت الارض، والله يكون احسن احلى. شيل السرير، السرير في بيت الجديد. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي خلينا نحط هون السرير. سي وين حطه؟ حطه هون اخوي. اخوان بسم الله يا اخوان، لازم ننقل اغراضنا يا شباب. اوكي يا اخوان، شيل كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. عيف هذا، تمام هون. اوكي حط هذا اخوي. اوكي يا اخوان، يوم نحن في يوم السابع، تمام يا اخوان. فاذا حابين نكمل السلسله هاي، سلسله ماينكرافت، ايش فيها وشي يا اخوان. اذا حابين نكمل هاي السلسله يا اخوان، تمام، اضغطوا زر اللايك والاشتراك، بتبينوا هذا الشيء باللايك والاشتراك وبس. دمتم بخير، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم. يوم السابع يا اخوان.